ازيك يا عمر؟ نور فين؟ نور مش هتقدر تيجي، انا هنا مكانها. يعني ايه الكلام ده؟ دي المحاميه بتاعتي، من حقي اشوفها. ايوه عمر، بس هي اكتشفت انك مخبي عليها اكتر من حاجه في القضيه. فبتعاقبني يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا مش بتعاقبك، هي شغاله على القضيه وانا بساعدها. وانت محتاجه في ايه؟ يا استاذ مصطفى، انا محتاج افهم ايه اللي بيحصل في القضيه، عشان انا مرمي هنا ما اعرفش اي حاجه اللي بتحصل بره. طيب يا عمر، هو في حاجه حصلت وانا جاي ابلغك بيها. احنا وصلنا لابو يوسف الحقيقي. مين؟ جمال. جمال مين؟ جمال الشافعي؟ بالكلب عامل اللي فيها مصلح اجتماعي وبيصلح بينا، اتاري بيسخنها عليا عشان ياخد هو راحته وشرف امي رفضه في كل حته، وحاولني ليه ابني في الحرام استاذ الجامعه الدكتور المحترم المحامي. لا طبعا يا عمر، ما ينفعش تعمل كده عشان خاطر يوسف. وانت هتخاف على يوسف اكتر مني؟ ما تحط نفسك مكاني يا اخي. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ عمر لو سمحت ممكن تهدى؟ موضوع جمال ده ممكن يوصلنا للحقيقه، فكر فيها. عشان كده بقى انا دلوقتي فهمت كل حاجه، عشان كده بعت لي الزفت اللي اسمه سمير ده من مكتبه عشان يلبسني انا القضيه ويقنع هو منها، يبقى هو ورا كل اللي حصل ده. عمر احنا مش هينفع نكمل كلامنا كده، بعد اذنك ممكن تهدى وتقعد؟ احنا لسه مش متاكدين يا عمر اذا كان جمال هو ورا القتل ولا لا. مش متاكدين ايه؟ يعني ايه مش متاكدين؟ مستنيين ايه عشان تتاكدوا؟ واحد كان مراته واحده من 7 سنين وخلف منها وقف الحرام، اكيد اتخانقوا مع بعض، هددته ان هي هتفضحه فقتلها، الموضوع واضح جدا على فكره، وانتوا سايبيني متهي المرمي هنا في العجز وهو بره، هيهرب ولا اروح في اي 60 داهيه بدل حقوق. يا عمر احنا مش سايبينك مرمي هنا، واحنا شغالين كويس جدا على القضيه. قريب قوي هنوصل لمعلومات وانا هاجي اقولها لك بنفسي. هو مين ده اللي هيجي يقولها لي؟ انت مصطفى؟ ده انت اكتر واحد بيكرهني في الدنيا. مش مهم يا عمر اذا كنت بكرهك ولا بحبك، المهم ان انا اصدقك. وانت مصدقني؟ ربنا يقدم الفيل خير يا عمر. انا هاجي لك مره كمان قبل الجلسه عشان نتفق هتقول ايه في المحكمه بالظبط. مش عايزك تقلق، ولو احتجت اي حاجه قولها لحسن وهو هيوصل لي. بعد اذنك.